السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها في هذه الحلقة حياكم الله لكل مجتهد نصيب هكذا عرفنا أن نهاية جهد سنوات الدراسة يكلل بنجاح وثمرة لكن ما حصل مع خريجي الدراسات العليا والأوائل من خريجي الدراسات العليا عكس ذلك تماما اليوم مجموعة من الخريجين يطرقون أبواب وزارة التعليم العالي مجلس الخدمة الاتحادي بعد ما صدر قرار شمولهم بالتعيين لكن واجهتهم العوائق الالكترونيه والاخطاء في البيانات وتقاطع وظيفي حالت بينهم وبين وصولهم للتعيين وهذا الامر لابد ان يخضع للمعالجه والمشكله الاخرى اللي وقع بها مجموعه من يعني من ارسلت بياناتهم الى ديوان الرقابه الماليه هيئه التقاعد العامه حتى يتم تنفيذ التقاطع الوظيفي بشكل دقيق صار الكثير من التشابه بالاسماء بالتالي ايضا تم حرمانهم او استبعادهم وبالنتيجه لابد ان يتم معالجه الاخطاء وتكون البيانات تحت متابعه دقيقه لتلافي مثل هكذا اخطاء ومعالجتها. حقيقه انه تم طرح مده او اعطاء مده لهذه المعالجه ولكن نتحدث عن الاف المتقدمين من المحافظات العراقيه ياتون الى بغداد التخبط بين هذه المؤسسات حاله دون اتمام هذه التصحيحات والاجراءات. ملفنا الثاني مشاهدي الاحبه من حصاد هذه الليله نتحدث عن بطوله كاس الخليج المقامه على ارض البصره الفيحاء وما ظهرت عليه من حسن ادارتها وتنظيمها وصولا الى تقديمها بالشكل الاكثر تميزا بين نسخها السابقه بدعم أو يدعم كثيرا من جهود عودة البلاد لاحتضان المحافل والكرنفالات الرياضية العالمية بعد سنوات طويلة من الحرمان وجفاء الأشقاء فموقع البلاد على الخارطة العالمية الرياضية أصبح أقرب من أي وقت مضى لما حظيت به البطولة من إشادات إقليمية دولية فالمحفل الكروي الأهم خليجيا فرصة ذهبية لواقع كرة القدم في العراق واختبار حقيقي نجح العراق في كسبه فكان كأس الخليج البطولة المهمة في مسيرة العراق واللي هي محاولة لتوثيق العلاقات في مختلف المستويات باعتبار أن الأمر راح يتبع اهتمام سياسي إعلامي اقتصادي وهو يمثل في الواقع رسالة دعم للشعب العراقي فضلاً عن كونها إشارات ضمنية عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع محيطه في الخليج ومن ثم فإن كل هذه الصلات تمثل تقارب رسمي بين الدول الخليجية مع العراق تتفضلون بالمتابعة والبقاء ويانا مشاهدي الأحبة حتى نفتح هذه الملفات تباعا ونناقشها مع ضيوفنا الكرام عندنا في قضية الأخطاء وتشابه الأسماء في بيانات المشمولين بالتعيينات والتقاطع الوظيفي يقول المتضررون من هذه الأخطاء أن هذا الموضوع بالكامل عند الجهات المعنية لكن اليوم خرجوا الدراسات العليا ذكروا ان وزاره التعليم ترسلهم الى مجلس الخدمه ومجلس الخدمه يرجعهم الى وزاره التعليم ويقول لك احنا جهه تنظيميه اللي عنده تقاطع وظيفي خليه يروح يراجع ديوان الرقابه الماليه يلغي هذا التقاطع او هيئه التقاعد العامه وعلى اي حال فان الوقت حتى وقت الاعتراضات قد مضى وانتهى مع هذا الوقت ما سعفهم لتعديل البيانات لانغلاق الاستماره والاخطاء إلى هذه اللحظة غير معالجة خلونا مشاهدة الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا بعد مشاهدة التقرير اللي أن الزميلة الشمري لا نبرح حتى نبلغ مطلبنا بهذا الإصرار وقفوا الكفاءات من خريجي الدراسات العليا من جامعات رصينة في داخل البلد وخارجه أمام وزارة التعليم العالي فلم يقتصر الأمر على الخريجين من سكنة بغداد بل شملت الوقفة الاحتجاجية حضور أبناء بقية محافظات البلد أيضا حاملين مطالبهم وحقوقهم بالشمول في الدرجات الوظيفية المقررة التي استبعدوا منها بسبب أخطاء في بياناتهم بحسب ما ذكروا نحن لفيف من حملة الشهادات العليا الحاصلين عليها من خارج العراق وداخلها تم استبعادنا من استمارة التعيين من قبل مجلس الخدمة بسبب عدم تحديث البيانات أو نقص اسم الأم بالنسبة لي أنا معادلة إلكترونية يعني هسه أي طالب أي طالب ماجستير أو دكتوراه بياناته المفروض موجودة بالـ 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 بالوزارة بأنه كل معلوماته كل معلوماته موجودة بالوزارة سواء إذا كان اسم الأم أو سنة التخرج بس ما أعرف شنو هذا الـ يعني وراء من هذا الموضوع ما أعرف شنو. خرجوا الشهادات العليا بحسب قولهم اصبحت استماره تعيينهم في مناوره بين مجلس الخدمه الاتحادي ووزاره التعليم العالي وكل يوكل امرهم بتصحيح بياناتهم الى الاخر والعجيب في الامر ان الاخطاء في استماره التعيين لم تتعدى سوى فقدان اسم الام لصاحب الاستماره وسنه التخرج لجميع هؤلاء المستبعدين من التعيين وهذا ما يجعلهم في حيره من امرهم والله اني اكثر من عشر مرات رحت على المجلس يعني اطلع على المجلس من الباب يرجعونه لا انتم ما لكم حق تفوتون جوا لان انتم كمواطنين راح نتواصل وياكم يوعدونا بانه بعد هاي الحمله راح يكون عندنا فتح استماره مره ثانيه كل واحد يقول الخطا ابو الجهاز الخدمه يقول الخطا صار حمله وزاره التعليم العالي وزاره التعليم العالي هي المسؤوله عن معلوماتكم لازم هي المفروض توفر لنا معلومات كامله وزاره التعليم العالي تقول لا انه احنا دزينا معلوماتكم كامله وبشعبة الاي تي شوفوني معلوماتي كامله ما عندي نقص لا باسمهم ولا بسنه التخرج ثمرة استحصال الشهادات العليا لم تؤتي اكلها بعد عدم انصافهم بقرار الشمول بالتعيينات ضمن ال وسبعين الف درجه وظيفيه ولم ينتهي الامر عند الاخطاء في البيانات المقدمه فتشابه الكثير من الأسماء عند إرسال البيانات من قبل مجلس الخدمة الاتحادي إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق والمتابعة بغية تنفيذ التقاطع الوظيفي لمن يعملون بوزارات أخرى أدخلهم بمتاهة أخرى وبالتالي ضرورة الوقوف عليها للمعالجة نهى الشمري الأيام الفضائية حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين المهندس المجاز الاستاذ هاشم عبد الرحيم ماجستير هندسه السيارات من بريطانيا حياك الله استاذ هاشم وارحب بالمهندس مهند منذر ماجستير بناء وانشاءات من جامعه بودابست حياكم الله ضيف الكرام ادم حضرتك استاذ هاشم نتحدث عن قضيه حمله الشهادات العليا اليوم لما يكون هنالك ليس تكريم من قبل الدولة في تعيينهم، بل ان الحاجة الماسة لهذه الخبرات تجعل على عاتق الدولة لزاما ان يتم تعيين هذه النخبة، هذه الطبقة، هذه الكفاءات للاستفادة من خبراتهم، للاستفادة لتتويج حصيلتهم المعرفية لما هم الدراسات عليا وكانوا الأوائل في هذه الدراسات، لما هم حمل الشهادات عليا من الخارج من الداخل، بالتالي نتحدث عن هذه تطلعات والطموحات والواقع والتحديات كيف تنظر إلى الأمر أستاذ هاشم تفضل شكرا جزيلا أنا أشكر قناة الأيام على استضافتنا تحدث عن هذا الموضوع المهم جدا و... و... لبناء البلد حقيقة أنا أحب أذكركم مثل ما تفضلت وقدمتنا اني ماجستير هندسة صناعة السيارات ماجستير بالميكانيك اختصاصي سيارات عندي خدمة بصناعة السيارات أكثر من 20 سنة في بريطانيا وعندي مشاريع كثيرة سويتها وحصلت يعني كثير من الإنجازات سويتها حقيقة أنا رجعت أساساً بدت معاناتي من سنة 2016 من عدلة الشهادة مالتي كان السبب رجوعي على عودة الكفاءات هذا موضوع آخر أنا يعني ما أريد أتكلم به يعني تكونون شنو عمرك وجاي هسه بس انشملنا بقانون التعيين اللي صدر حديثا هذا اضعف الايمان انه حقي اقدم اكو كود ويوزر نيم حصلناه من وزاره التعليم العالي تفاجات الموظف هاي وين كنتوا اكو تحديث بيانات قلت اعطيني الكود هسه فبنفتح الاستماره يطلع نقص باسم الام وسنه التخرج ويقولون ليش ما حدثتوا هذه المعلومات او هذه البيانات طبعا هذه مرفوضه جمله وتفصيلا هذا خطا كبير لانه ما يصدر امر المعادله الامر الاداري يصدر من بتقييم الشهاده يصدر بها سنة منح الشهادة نعم واسم الأم أكيد في وقتها بال 2016 ما كانت البطاقة الموحدة فأني اضطريت أن أسوي شهادة جنسية وهوية أحوال مدنية وهذه من ضمن المستمسكات التي تم تقديمها فهذا عذر أنه نقص بالبيانات غير مقبول نهائيا بعدين طريقة إعلامنا بهذا النقص حتى لو قالوا عندك نقص بالبيانات أنا بياناتي كلها موجودة بالتعليم العالي فاكيد ما ما كان رحت لين. أنا متاكد لان صدر الامر الاداري الى اكثر من جهه مع الجداريه من تسوي معامله معامله معادله الشهاده. طبعا هذا التكنيك شلون تصير معامله هذا قصه طويله بس نعم. اقدر اختصرها بسرعه. فما معقوله كل هاي الجهات اللي راح اذكرها نسوا تاريخ منح الشهاده. من الملحقيه الثقافيه في لندن تابعه للسفاره العراقيه حقيقه كلش ناس قاموا في الواجب في وقتها. تتصل بهم يتاكدون من الجهه المانحه هل المعترف بها من الجانب العراقي؟ نعم معترف بها يطلبون الشهاده من عندهم واني اوديها بعدين تروح للخارجيه البريطانيه تصدق تصادق على ختم الجهه المانحه بعدين تروح للسفاره العراقيه يصادقون على الخارجيه البريطانيه وختم الملحقيه بعدين توصل للخارجيه العراقيه نعم بعدين للتعليم العالي يتم معادله الشهاده، هل معقوله كل هذه الجهات ما موجود بها سنه التخرج وبالاضافه انه الكتاب الامر الاداري يصدر بمنح تاريخ منح الشهاده ومعادلتها فهذه رجاء اني اطلب من وزير التعليم العالي انه هذا النقص اللي صار يعني مفروض عيب ينذكر هذا ما ممكن بالنسبه لاسم الام اكيد احنا مزودين بهذه المستمسكات واكو بعض وراها اللي طالعين زماله الجواز مالته جواز مذكور باسم الام فقبل عشره ايام احنا كنا في مجلس الخدمه الاتحادي اه تجمع كان اذكر حادثه كلش مهمه اريد اذكرها واريد يسمعوها الراي العام وأني اشكر القناه اريد هذه الموظف قال اني شو اسوي لكم اذا بيناتكم ناقصه قلت او اني شنو ذنبي؟ قلت له اقول لك شنو ذنبك لما تقبلت البيانات الناقصة ما رجعتها للتعليم العالي ليش قبلتها واتخذت عليها إجراء وانحرمنا من التقديم حتى يسوون التقاطع الوظيفي يعني احنا هسه حاليا مبعدين ولا يمكننا التقديم بسبب هذه ال يعني بعد ما وصل لمرحله التقاطع الوظيفي طيب يعني راي... 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 لو نوصل هذه كان ما موجودان هنا <تصفيق> يا <applause> استاذ عزيز ان بعض الشر اهون استاذ مهند جد الترحابي بحضرتك ما تحدث استاذ هاشم يعني عن آه كل هذه المعاناة حتى يوصل لعتبة التقاطع الوظيفي بالضبط طيب عشان. الذين وصلوا إلى هذه العتبة بالتقاطع الوظيفي حالات كثيرة جداً طلعت تقاطع وظيفي فريد نشوف الإشكالات اللي صادفت هذه الفئة وهذه الطبقة يعني ناس دراسات عليا بل الأوائل على الدراسات العليا يعني هم مش قد عددهم حتى أدز تقاطع وظيفي آمنت بالله إجراء سليم لكن بيش هذا التنسيق الضعيف بين هذه الجهات خدمه مجلس خدمه اتحادي، ديوان رقابه ماليه اتحادي، هيئه التقاعد العامه وبالتالي طلع لك تقاطع وظيفي واكو اخطاء رصدتوها جنابكم، شنو ابرز هذه الاخطاء وليش طلعت؟ اول شيء سلام عليكم و... عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اشكر حضرتكم وقناه <applause> الايام وبرنامج الحصاد على استضافتنا ونقل معاناتنا للشارع <applause> العراقي وربما لبعض المسؤولين. مثل ما تفضل زميلي الاستاذ هاشم انه احنا تم استبعادنا وليس على اساس مفاضله لا على اساس اختصاص طالبه الدوله واختصاص مثلا ما طالبه الدوله حتى اقول ما يخالف اني ما محتاجتني الدوله فاستبعدت ولا على اساس مثلا تقصير ولا على اساس مساءله وعداله ولا على اساس اي من الاساسيات التي يطلبها الدستور في في تعيين اي موظف في في الحكومه العراقيه استبعادنا صار على اساس نقص اسم الام طبعا مثل ما ذكرت حضرتك استاذ احمد انه صار مجلس الخدمه مجلس الخدمه بقرار رئاسه الوزراء تاسس 2009 مجلس الخدمه بعد فتي وحديث ما صار لفترة من تاسس يعني بزمن حكومه الاستاذ عادل عبد المهدي تاسس فبعد فتي يعني من الوارد جدا حصول الكثير من الاخطاء لكن ليس من الوارد عدم معالجه هذه الاخطاء وخاصه انه هم مكلفين من رئاسه مجلس الوزراء بملف واحد وهو تعيين حمله الشهادات العليا والاوائل حسب قرار حسب الدستور يعني ما معقوله انا اكلفك بملف واحد وتشتغل عدل وصحيح وحلو واشتغلت نظام نظام وبعدين يصير تهكو المفروض هذا التهكؤ يعني يضيع حتى التعب اللي تعبوه بال بالترتيب وبالاستخدام الحكومه الالكترونية, الالكترونيه وغيرها المفروض انت اللي اخر نفس انت تقاتل حتى الجميع يتساوى ويوصل للحق. طبعا احنا ناشدنا هواي وطلبنا هواي لقاءات طلبنا هواي مناشدات بس ما حد يعني يسمعنا وزارة التعليم العالي ما مقصرة صراحة يعني بالرغم من انه هم تبلغوا انه لازم بياناتنا اكو كتاب رسمي يقول انه بيانات بين مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التعليم العالي اكيد لان متخرج يعني و ملفي الى ست سنوات او قد يكون عشر سنوات لان لو ما يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه فكل بياناتنا موجوده عند وزاره التعليم العالي. فكلفوا الاثنين مجلس الخدمه الاتحادي و وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بجمع بياناتنا يعني فصار عندهم بياناتهم ما اعرف شنو الليك اللي صار بحيث انه على غفله احتاجوا اسم الام يابا احتاجين اسم الام لان دا يصير تشابه اسماء هوايه زين تشابه الاسماء هل من المعقول آه اني مهندس مدني واسمي مهند مندر وخريج جامعه بودابست كل هذني المعلومات آه تشابه تشابه ما بيها تشابه اسماء فقط اسم امي يعني اني بقيت بهنغاريا درست واشتغلت هناك الوحيد بالدولة كلها اسمي مهند منذر وما حد قال لك امك شنو؟ <applause> وما حد قال لي اسم ما عاد يهذأنا يعني بهذه الخصوصية يعني خلي نعم خلي احنا, خلي أحنا طبعا بالمناسبة نعم. أريد أوضح لك نقطة فضل. بأوروبا وبالخارج يسألون عن اسم الأم م. لأن هم مو يعني مو مثلنا إنه احنا كل من شلون نقول يعني الأم أهم من الأب بالخارج نعم. لظروف اجتماعية. لظروف نعم. اجتماعية حسب قانون الغرب يعني. نعم آه يعني اسم الأم يعني يعني شلون نقول موجود لازم موجود طيب وزاره التعليم العالي طيب جماعه عندنا من عندنا بعض من عندنا وصلها الكود متاخر طبعا انت ما تستلم كود اذا انت ما بياناتك كامله شلون وصلنا الكود وبياناتنا بها نقص الله اعلم طيب اثنين جماعه من عندنا عندهم تقاطع يعني لاسباب مع الاسف يعني واحده بنيه ابوها شهيد تاخذ تقاعد مالته يطلع تقاطع ما تتعين ليش حتى الله ما يقبلها أوه. تعبانه ودارسه ومجتهده وطالعه من الاوائل تجي تلقى هيك لو شخص عنده عقد قبل عشر سنوات او اجر نعم. يومي بدائره غير مرتبطه حتى بوزاره الماليه شلون انت تقاعد طلع تقاطع وظيفي يعني اخطاء كثيره جسيمه المشكله الاساسيه انه يا خطا يسوى حتى احنا مثلا نسكت نقول نعم آه خطا قانوني انتم مكلفين حتى وزاره الماليه خاطبت قبل بال 2021 خاطبت مجلس الخدمه الاتحادي بكتاب رسمي انه انتم تتحملون اي نقص واي طيب. معلومات خطا واي معلومات يعني استاذ زل. هاشم يعني هذه الاجراءات بين مجلس الخدمه الاتحادي ايضا هو بمثابه هيئه مستقله ديوان الرقابه الماليه هو هيئه مستقله وزاره الماليه، هيئه التقاعد العامه ايضا هي هيئه مستقله لربما غير مرتبطه بشكل مباشر برئاسه الوزراء. ولكن اليوم الحكومه وصفت نفسها ووسمت نفسها بانها حكومه خدمات، تقدم الخدمات للمواطن. طيب هذه الشريحه هي هي اللي معول عليها ان تقدم الخدمات ولكن يجب ان تمكن. خلينا نوجه كلامنا بمناشده الى مكتب رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني. واحنا واثقين انه الرصد الاعلامي في مكتب دولة رئيس الوزراء حريص جدا على متابعه القنوات الفضائيه ورفع تقرير اعلامي بها خلينا نوجه كلامنا الى المكتب الاعلامي الى شخص رئيس الوزراء استاذ هاشم حتى على أقل تقدير عندنا فجهه نناشدها وتتحرك لنا على كل هاي المفاصل اللي تتمتع بالاستقلاليه لكن ماكو فد عناصر ربط يعني تنسيقيه بيناتهم نعم صحيح هذا بس انا احب اذكر بس شيئا طبعا. يعني انا دا مثل ترى مجموعه احنا لا باس بها نعم. ما عندي العدد المضبوط 100% بس نعم. يعني حدود 250 الى 300 اللي موجود بالجروب مالتنا نعم. اكو حالتي انا اريد اذكرها بعد صارت شخص هو محاضر انا من خلال تجمعنا تعرفت عليه نعم. محاضر من جامعه يستلم راتب من الجامعه هو غير متعين قالوا له اذكر هذا الشيء هذا يفيدك هالدوره طلع تقاطع وظيفي وابعد عن التقديم هاي حاله، حاله ثق... حالتين اخرى صارت شخص من العماره نعم. آه خطيه المسكين هاي اذا يقولون انت ليش ما حدثتوا؟ ووقت لك انا هذا جمله وتفصيلا مرفوض، محدث بالوقت ومرتين ويطلع له نقص اسم الام صحيح. وسنه التخرج، نعم. فهذه حضرتك تكلم قلت يعني معناته صح ما مرتبطين هذه الدوائر بس اكو سيستم صاير نعم. معناته هذا السيستم او النظام التشغيلي اللي عندهم الاداري اثبت فشله لانه ما يقدر يعالج هاي الحاله ولا احد يقول هاندز اب اتس ماي فولت يعني أنا اني اني مشكلتي أنا سويتها ما ما قدمت لك البيانات ما تحملون يا اخي ما بيها اشكال مو يتقاضى في الكره استاذ هاشم يعني هاي. تروح لهذه الجهه واستاذ مهند وقال لك انه لا مو هاي مو يمنا يم ديوان الرقابه الماليه بطل. تروح لهناك صحيح قال لك ارجع لوزاره التعليم ذاك يقول لك ارجع ال... صحيح فهنا نطلب نريد جهه معينه حتى تتبنى هذا الموضوع بطل. وبالتالي يمددون هذه الفترة يعيدون الاستمارة الإلكترونية صحيح تصحيح موقف صحيح. خلينا نحدد كلامنا حتى على أقل تقدير بهذه الدقائق وهذا الملف نطلع بحصيلة أستاذ هاشم تفضل أكيد يعني بس معناته هسه يقول لك احنا ما نقدر نسوي قرار إلا يجينا من رئيس الوزراء نعم يعني هل من المعقول خطأ ينتج بين مؤسستين وما يحل الا رئيس الوزراء يعني ناشد ناشد, ناشد هاشم قلت لك احنا الرصد الاعلامي ي... متيقنين بانه القنواتنا الفضائية اللي ترفع صوت المواطن نعم عند حكومة آه المواطن آه وحكومة آه الخدمة الوطنية آه راح يوصل هذا الصوت فتفضل آه أنا أكيد أنا السيد رئيس الوزراء هو مهندس أنا أناجده كزميل بالمهنة يعني احنا المهندسين احنا أصلاً ندير وعندنا شخصية بالإدارة من ضمن واجبنا إدارة المشاريع نعم. وهو أكيد في المنصب والمكان الصحيح فشوفوا المشكلة وين صارت إذا سيستم لتغيير سووا حلول بسيطه زين التقاطع الوظيفي من احد يطلع اذا مقدم وقدر يفوت وفات وطلع عنده وظيفه ثانيه هذا مفروض بها بها قانونيه يتحمل النتائج احنا في بريطانيا اذا تكتب شيء بالسي في مالتك غلط انستنت ديسمسل يعني فصل باللحظه تخرجي يخرجوك من الشركه وانا خدمت مثل ما قلت لكم 20 سنه بصناعه السيارات في بريطانيا بمختلف الشركات طيب شركه فورد واحده يعني 10 سنين وعندي وفرت لهم مليونين دولار بالسنه مده ثلاث سنوات الله نفتخر إن يعني انا على مستوى شخص افتخر قاعد ويا كفاءات مجتمعنا المفروض معززين مكرمين وياخذون دورهم يعني حتى يعني. خارج المنافسه وان كانت لما خلينا معيار المنافسه نمضي بهذا المعيار استاذ مهند خلينا نستذكر حاله ما دام انه كان الكلام موجه من استاذ هاشم لشخص سيد رئيس الوزراء حتى بالاختصاص الدقيق كالهندسه خلينا نستذكر انه في واحده من المناصب اللي تولاها السيد رئيس الوزراء انه كان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه وايضا خلق قضيه التقاطع الوظيفي في قضيه الحمايه الاجتماعيه ويعني طلعت الكثير من الناس اللي موظفين ولكن يتقاضون راتب الحمايه الاجتماعيه. صح كانت هنالك نسبه من الناس اللي عندهم اخطاء ولكن عالجنا ملف فساد. هسه هاي نسبه الاخطاء شلون نعالجها؟ خصوصا في قضية مجلس الخدمة الاتحادي وحملة الشهادات العليا والاوائل على هذه الفئة. استاذ المسألة بسيطة جدا يعني مثل ما تفضل الأستاذ احنا مهندسين واداريين اذا رئاسة الوزراء كلفتنا احنا المستبعدين بحل هذا الموضوع احنا مستعدين نحله بايام يعني. كنا خريجين بريطانيا واستراليا و وحتى جامعات عراقية رصينة تكنولوجية وجامعة بغداد والمستنصرية وغيرها من الجامعات القوية جدا يعني لها صدى بأوروبا وبالخارج مسألة جدا بسيطة يصدر بين كتاب أما بإضافة درجات وظيفية إن استحداث درجات وظيفية خاصة بنا أو كشمونا بهذا الفائض هاي مسألة التقاطع الوظيفي يعني مشكلة يعني والله يعني ما أعرف شلون حلها يعني بحاجة إلى إعادة نظر بقضية طبعًا التقاطع الوظيفي طبعاً مجلس الخدمة بصراحة لما آه يعني يقول لك أنه أنا آه جهة تنظيمية وانطيتك فرصة شهر زمان أطلقت استمارة الاعتراضات وما أجيتني يعني وضح هذا وضح شنو البيد أستاذ أحب أوضح لك نقطة أستاذ إحنا طبعا صارنا ثلاثة شهور بحثنا عن كل طبعا بينا محامين أيضا متخرجين من العراق ومن مصر من كل قانون واحد تعرف عراق ومصر اجتماعنا كنا بحثنا عن كل الثغرات الممكنه اللي اللي بالموضوع نعم فاستاذ يعني مساله استبعادنا صارت يعني شلون انت فتحت فتح اعلان يعني احد الاخطاء فتحوا اعلان ما حددوا وقت اغلاق على خفله قبل يومين نائب رئيس المجلس حدد وقت اغلاق على موقع زين قبل يومين تحدد بحيث حتى وزاره التعليم العالي يعني ما لحقت هي دزت اسامينا حتى يعني ما لحقت والرجل اليوم كنا عند الدكتور حازم راقي جدا ومتفهم الوضعنا قال اتمنى بيدي شيء واقدر اساعدكم يعني هم بس بس خلي فتحون تحديث البيانات احنا كلكم نمشيكم بساعات يعني حتى مساله التقاطع الوظيفي التقاطع الوظيفي المفروض تصير بالنهايه يعني ما يصير قبل ما يتوظف تقاطع وظيفيا يعني, يعني انت غير تشوفه بعدين يتوظف اكو مثلا تضيف هذه معلومة بالاستماره انه مثلا كما احنا دي نشوف بالدول المتقدمه يعني احنا من جينا جينا يعني مفروض دي نتقدم احنا اليوم طيب. العراق وصل مراحل بالتقدم الحمد لله تقدر تكتب سؤال بالاستماره هل لديك هل لديك تعيين سابق هل لديك شهيد هل تستلم راتب من الرعايه وتوقع نعم او لا نعم <applause> <ونجاوب خلاص. تصفيق> او لا خلاص هاي تعهد صحيح. نعم زين. متوقع تعهد انه هذه المناشده بال... حتى لخصها استاذ مهند بشكل يعني مناشده نلخصها نعم طبعا نوجه كلامنا الى دوله رئيس الوزراء المهندس محمد الشيعي السوداني والى مكتب دوله رئيس الوزراء ونقول له شوف انت شوف وضع زملائك واخوتك وابناء بلدك واحنا مقدرين التاخر اللي صار احنا بدنا طبعا وحاولنا نوصل الى مكتبك مقدرين كل الظروف اللي يمر بها البلد ومقدرين حجم المسؤوليه ونتمنى من عندك تنصفنا احنا يعني مو عددنا كبير انصاف انصاف بسيط يعني انتم ما طالبين شيء غير انه هو اعاده ايه. التنسيق بين كل هذه الجهات في نعم التقاطع نعم الوظيفي في, في التشابه نعم بالاسماء استاذ في شي يعني نعم استاذ ابسط شيء دزونا ايميل يعني عندهم ايميلاتنا وارقام تليفوناتنا زين انت بالاعلان ليش ما كتبت اه الرجاء حدثوا لي ان هناك لا. نقص اكتب لي نقص أه. مثل ما تفضل استاذ هاشم يقول لك ليش انت قبلتها الاستماره من عندي ليش وبعدين الاستمارة. تقول لي بيها نقص يعني أنت من, من مفروض استلمت معناها انت مكلف أحسن. يعني خصوصيات هاي ما يصير توصل لها من وصلت لها معناها انت مكلف من جهات عليا انه توصل لها خلاص ما انه أن أن يكون هذا الملف ملف سياسي ايضا هذا نضيفه للموضوع على اعتبار بالاشاره بسيطه انه في تعليمات دراسات العليا قبل كان يروح الطالب الى المساءلة والعدالة نعم. هسه حاليا انشالت قضية المساءلة والعدالة وهذا موضوع ايضا راح نثيره اعلاميا في المدة الجاية ان شاء الله انشالت لان الاجراء الجديدة يعني لما الاجراءات جديدة وتنشال المساءلة نعم. والعدالة نعم. هذا شنو معناه ومن اللي راح يوصل من حملة الشهادات من يا فئات ومن يا فكر حتى الفكر المحظور اللي راح نرجعه هذا هذا موضوع اخر ان شاء الله فاحنا ما نريد نشبك الامور نعم. شغله بشغله ولكن نعم. مثل ما اكو هيش قضايا سياسيه جاي تصير وتمشي هاي القضية اجتماعية بحتة ما لها علاقة بالسياسة فخلّي تمشي على مسارها وعلى حب الله مثل ما نقول أشكرك شكراً جزيلاً المهندس مهند منذر ماجستير بناء وإنشاءات من جامعة بودابست وشكر جزيلاً لحضرتك المهندس المجاز هاشم عبد الرحيم ماجستير هندسة السيارات من بريطانيا شكراً جزيلاً وأثريتم الحوار وتقصدنا أنه من استضيف من الجهات المعنية وحق الرد مكفول لهذه الجهات ولكن حبينا أن توصل هذه المناشدة عبر حصاد الأيام إلى مكتب رئيس الوزراء السيد محمد الشيعة السودان شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام نتواصل وياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه ومن حمله الشهادات العليا الى حمله كاس الخليج 25 ورحب بضيوفي الكرام الدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم اداره الاعمال في جامعه الامام الصادق عليه السلام حياك الله دكتور سالم ضيفا كريما وارحب بالاخوه الزميل الاستاذ حسين قاسم الاعلام الرياضي حياك الله استاذ حسين ضيفا كريما نتحدث اليوم عن خليج 25 دكتور بطبيعه الحال ان لكل حدث خصوصا وانه في الاعلام من زمن ليس ببعيد دخلت لعبة كرة القدم ضمن القوى الناعمة اللي تؤثر في الآخر وتتأثر وبالتالي هنالك عوائد سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية خلينا نتخصص بالجانب الاقتصادي خليج 25 لكل هذه النجاحات هل من الممكن أن تكون انعكاسات اقتصادية قريبة على العراق والمنطقة؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام. حييك وحي الكادر وحي الضيف الكريم طبعا استضافة خليج 25 استضافة ضرورية جدا في هذا الوقت بعد تقريبا من 2010 يسعى العراق على تنظيم هذه البطولة في سبيل انه لم الشمل العربي ولم الشمل الخليجي وعادت الروح للكرة العراقية بالتالي هذا الحدث هو حدث مهم يفعل جوانب كثيره مثل ما تفضلت حضرتك جوانب اقتصاديه واخرى اجتماعيه وثقافيه وايضا بيئيه. بيئيه من نقصد انه يفعل الجوانب البنى التحتيه والاقتصاديه بصوره عامه للبلد المستضيف. فنشوف من خلال يعني تنظيم البطولات السابقه على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربيه. لاحظ انه في قطر مثلا كانت كانت القطر طلبة استضافه كاس العالم 2010 في سبيل انه في سبيل دوافع اقتصاديه ودوافع ثقافيه واجتماعيه واخرى تنمويه في سبيل انه التنميه الاقتصاديه المستدامه. بالتالي هذا هذا الحدث حتم عليها انه تفعل جوانب كثيرة ومنها البنى التحتية للبلد فبذلت حوالي ما يقارب 200 مليار دولار في سبيل تنمية جوانب كثيرة من القطاعات الاقتصادية ومنها البنى التحتية اللازمة من طرق وجسور وسكك حديد وقطار المترو وبالتالي هذه فعلت مدن جديدة في سبيل انه تحتضن هذا الكرنفال الدولي الكبير في سبيل حتى تنظم هكذا بطولات اي دوله تسعى لهكذا شيء تحصل من جراء هذا هذا التنظيم تحصل على ايرادات ومن هذه الايرادات قد تصل في دول العالم المستضيفه مثلا في كاس العالم تحصل ما يقارب لأربعة الى 4 الى 5 مليار دولار من جراء هذه الاستضافه اللي تستمر تقريبا على مستوى كاس العالم تستمر تقريبا 30 يوم. نعم. بالتالي هذه الاستضافه اللي اللي سعت لها وبذلت من عندها مصاريف قطر اصبحت تقريبا 200 مليار دولار صرفت عليها على بناء الملاعب صرفت تقريبا 10 مليار دولار. بالتالي هذه الصرفيات حصلت من جراها 7 مليار دولار تقريبا ايرادات. هذه الايرادات وزعت على جوانب اقتصاديه بالقطاعات الاقتصاديه. مثل في جانب السياحه الفندقيه تقريبا ما يقارب 3 الى 4 2 الى 3 مليار دولار. وتوزعت على بعض الجوانب الاخرى واللي من ضمنها النقل التسويقي للبرامج نقل المباريات حصلت تقريبا الى 1 مليار دولار او مليار و دولار. هذه كلها تفعيل جوانب اخرى ليست ترتبط فقط في الجوانب السياحيه وانما في الجوانب الاستثماريه. في الجوانب الاستثماريه انه يعني على المدى البعيد هذه في الامد القصير تحصل على هكذا ايرادات، لكن في الامد البعيد تحصل على استثمارات اخرى من خلال اطلاع العالم على المعالم الموجوده في الدوله المستضيفه. بالتالي هذه راح يولد لدى الضيوف الحاضرين في هكذا كرنفال راح يولد لديهم انطباع جيد في عمليه الاستثمارات وبالتالي هذا استثمار طويل الامد ممكن انه يحقق لنا ايرادات. كبيرة طيب فأس... هذا الاستثمار طويل الأمد إذا تسمح دكتور أجدد ترحابي بحضرتك أستاذ حسين يتفضل الدكتور سالم سوادي بأن هنالك استثمار طويل الأمد في قطاع الرياضة إذا ما نتحدث أو نتحدث فقط بالخليج اللي يستمر شهر هل من الممكن أن تقام مباريات أخرى على مستوى كأس عالم غيره يستضيف العراق بعض هذه المباريات في ملاعبه باعتبار أن البنى التحتية الوضع الأمني غير من هذه المسائل قد جربت على أرض الواقع أستاذ أحمد تحية لك والمشاهدين الكرام والضيف العزيز دكتور سالم خليني أكمل من حيث أفضى الدكتور هذه الجنبة الاقتصادية مرتبطة ارتباط وثيق بالجنبة الأمنية مرتبطة ارتباط وثيق بالموضوع الإعلام وكيف يعني الإعلام هو شفنا خلال أكثر من بطولة سبقت حاول العراق أن يستضيف هذه البطولة لكن كانت يعني ذراع كثيره لتاخر استضافه العراق لهذه البطوله كان اكثرها الحجج امنيه عدم اكتمال البنى التحتيه للبصره للامانه حتى نكون منصفين جهد الكابتن عدنان درجال رئيس الكره يشكر على ما فعله اختيار البصره حقيقه اختيار موفق جدا قربها من دول الخليج تنقل سهل وسلس بالامس انا شاهدت خلال موقع التواصل الاجتماعي الأخوة الخليجيين من عمان ومن بحرين يناجدون المواطنين أن يجون يشجعون الطريق سهل الأمور ميسرة خلال الحدود حتى الرسوم اللي فرضها الجانب العراقي على دخول العجلات رسوم تكاد تكون رمزية إلى حد كبير يسترجع منها السائح أو الزائر اللي يجي يشجع منتخب بلاده جزء كبير بعد عودته هي مجرد تأمينات أغلبها مجرد تأمينات وبعدين يقدر يسترجعها موضوع تنظيم بطولات الانطلاق من بطوله الخليج بطولات اخرى يحتاج لعمل دؤوب متواصل يعني من خلال كلام الدكتور اني اسال البصره لو كان فيها مترو لو كان فيها مثلا كمان سمي احنا سابقا كان موجود في بغداد قطار معلق، انا بصراحة وعيت عليه ولحقت عليه. للأمانة هذه الأمور البنى التحتية اللي تحدث عنها الدكتور مهمة جدا حتى تقدر تقنع الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الآسيوي ما يبوع يعني فقط للملعب وما يجاور الملعب كمدينة رياضية مثلي بالبصرة، لا، يسأل على عدد الفنادق، درجات الفنادق الموجودة، قربها من لا. الملاعب من يعني هل هي جاهزة لاستضافة عدد معين مثلا من, من من الجمهور اللي راح يجي خصوصا اذا كانت البطوله ببعد اسيوي، ببعد قاري، اكيد راح تختلف الاعداد الجمهور مثلا يعني على سبيل المثال اكو بلدان مثل المنتخب الصيني، اذا يريد يجي مثلا يعني جمهور يشجع الفريق الصيني يعني راسا يعني تقفز الى الذهن انه اعداد مهوله تجي، هل تكفي الفنادق لاستيعاب هذه الاعداد؟ حتى يكون كلامي مكمل لكلام الدكتور لا. قطر بما تملك من فنادق وإحنا زرنا قطر وشفناها استعانت بالبواخر أو السفن الكبيرة اللي هي على شكل فنادق ضخمة حتى يعني تكمل ما يمكن أن يكون نقصاً في يعني عدم كفاية الفنادق الموجودة في قطر عموماً وفي الدوحة على وجه التحديد أرجع لموضوعات البنى التحتية موضوع مهم جداً إذا ردنا نفكر شلون نستضيف بطولات أخرى، برأيي الشخصي نبدأ من بطولات الفئات العمرية وصولاً إلى يعني مستوى المنتخبات الأولمبية، ومن ثم ننطلق إلى المنتخبات الأولى. أنا أتحدث في العراق عندنا تقريباً خمسة إلى سبع ملاعب كبيرة نعم يضاف إليها ملاعب أولمبية اللي تستوعب من 15 ألف إلى تقريباً 20 وصولاً إلى 25 ألف ملعب. 25,000 مشاهد طيب دكتور سالم يعني نتحدث هنا كما تفضل الاستاذ حسين قاسم عن الاستثمار في قطاع الرياضه واشرت حضرتك ايضا الى الاستثمار طويل الامد بما انه هذه البنى التحتيه قد اكتملت وان كان هنالك بعض اللوازم اللي من الممكن ان يتم تعاضد الجهود يعني الفنيه الهندسيه التخطيط وغيرها نتحدث اليوم عن حكومه الخدمات لما وعدت بان تكون حكومه خدمه للمواطن. هذه الخدمه كيف من الممكن ان تكون ضمن عائدات يلتمسها المواطن على الامد القريب والمتوسط بل وحتى البعيد. نعم. اذا نرجع للتمويل، تمويل الانديه، لاحظ انه مثل تمويل الانديه بالعراق هو تمويل ياتي من المؤسسات الحكوميه. وهذا يعتبر عبء على المؤسسة الحكومية وبالتالي يعني راح يسبب لها في الدرباك في الصرفيات اللي تتحملها هذه المؤسسات العالم الآن طور في مجال الاستثمارات الاستثمار الرياضي اليوم أصبح على مستوى العالم هو استثمار يأتي في المرء على, على مستوى دول العالم المتقدمة يأتي اقتصادياً بالمرتبة الثانية الرياضة تعتبر يعني حافز ودافع تمويلي بالدرجه الثانيه على مستوى اقتصادات العالم وبالتحديد بالولايات المتحده الامريكيه. نلاحظها على مثلا في ايطاليا او اليابان. نلاحظ انه ياتي بالمرتبه ايضا بالمرتبه الثانيه على مستوى الدخول المتحققه للرياضيين. فهذه اليوم الرياضه اصبحت صناعه. وبالتالي هاي الصناعة يحتاج لها من يدير هذه المنظومة الكبيرة اللي تتطور يوما بعد يوم وبالتالي هسه مثلا نشوف انه الاندية اصبح شركات وبالتالي هذه الشركات هي عبارة عن شركات رأسمالية وهذه الرأسمالية مالية منه أدواتها أدوات اللاعبين والموارد م. اللي موجودة هي هكذا سياحة رياضية بالتالي هذه 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 العوائد اللي ممكن انه تتحقق من جراء هذه الاستثمار الناجح راح يولد لنا زياده في الدخل المتاح لداخل الاقتصاد، بالتالي هذا يعتبر جانب مهم في تعزيز الايرادات العامه للدخول الافراد بشكل عام، وينعكس ايجابا على يعني على دعم كافه القطاعات الاقتصاديه. الأستاذ حسين حضرتك عملت يعني فترة طويلة ولك باع, باع طويل في الإعلام الرياضي وهنا وإن كنا مهنيتنا تفرض علينا كمتخصصين في هذا المجال أنه ما نذهب إلى العوائد الاقتصادية ولكن لدينا اطلاع وحضرتك لديك اطلاع عن النقل المباشر، احتكار البث، غيره من اللي يصاحب هذه البطولات ويعني كأس العالم وغيره. الاستثمار في مجال الإعلام الرياضي هل من الممكن يستفيد من العراق فضائيات نقل بث مباشر قنوات حصرية وإلى وما إلى ذلك نعم أستاذ أحمد موضوع الاستثمار في الإعلام الرياضي يمكن تحدث عن جزء مهم جدا من عنده الدكتور قبل قليل هو أصبح صناعة بحد ذاته كمثال الدوري الإنجليزي الممتاز اللي نشاهده اليوم بهذه الهيئة والحلة اللي نشاهدها والشغف شغف المتابعه لهذا الدوري اللي يعتبر دوري رقم واحد في العالم هذا انطلق يعني بدايات التفكير بهذه الطريقه بدات منذ نهايه السبعينيات بالثمانينيات كان هو المنعطف والمنعرج تشكلت رابطه اسمها رابطه الانديه الانجليزيه وبدات بالتفكير بشكل يعني فعلي ومنطقي بكيفيه تسويق هذه البطوله وجعلها البطوله الاهم في العالم وصلوا الى يعني ما وصلوا الى يعني في منتصف التسعينيات وصولا الان العقد الفينيات احنا الان في سنه 23 شاهد انه هذا الدوري بمجرد ان يبدا مباشره الاعلام العالمي يلتفت اليه اغلب الصفقات الرنانه تكون هناك في هذا الدوري المتابعه عاليه جدا شاهد الكلام انه احنا اذا فكرنا نسوق بطريقه صحيحه يجب ان نبدا من الدوري العراقي طبعا هذا يقع على عاتق اتحاد كره القدم اللي جميع الاتحادات السابقه كانت يعني بصراحه طريقة تعاملها مع الموضوع لا تلبي الطموح ليست كافية لتسويق الدوري كانت الحجج كثيرة منها البنى التحتية وما إلى ذلك الآن أصبحت البنى التحتية حاضرة في العراق نحتاج الآن لطريقة تسويق مهمة جدا إذا ضربنا مثل بسيط على حفل الافتتاح إناطت المهمة بشركة عالمية واستخدام تقنية الهولوغرام غيرت الكثير من المفاهيم خصوصا في بلد مثل العراق عنده تاريخ يمتد لسبعة آلاف سنة عنده حاضر عنده يعني رموز علمية ثقافية دينية تستطيع من خلال الترويج لما تشاء من خلال هذه البطولات مقصد الكلام أنه هاني إذا أردت يعني استثمر في المجال الرياضي يجب أن أبدأ بالتخطيط الصحيح السليم ويكون عندي صبر وطاقة تحمل كبيرة حتى أجني الثمار في المستقبل يعني ما نقول القريب وإنما على الأقل في المستقبل المتوسط وليس البعيد دكتور سالم يعني تعلمنا من جنابكم في إدارة الأعمال بأنه المهن منها ما يندثر ومنها ما يستحدث يعني قبل 25 سنة لو يجينا دكتور سالم ويقول لنا أكو في عام 23 و 22 أكو مهن تبيع برامجيات هو شيء لا موجود إلى أي مادة برامجيات هي شيء بالهواء وتكسب منه أموال كبيرة يجوز ما كنا نصدق في ذاك الوقت اليوم هذه الرياضة يعني وهذا القطاع الرياضي شلون راح يكون انه اداره الاعمال متحكم او تقرا قراءه صحيحه مو هاي السنه بعد 10 15 20 سنه شنو المهن اللي ممكن انه تطلع جديده الاستثمارات اللي تطلع جديده في مجال الرياضه وهذا القطاع المهم ومن الممكن ايضا بعض الامور تندثر وتذهب من من المهن او الطبقات المجتمعيه اللي سائده الان احنا قلنا بدأ يعني بحديثنا انه الرياضه اصبحت صناعه وهذه الصناعه يفترض انه تتفعل بها ادوات كثيره من ضمن هذه الادوات هي الادوات اللي اللي اشار لها الاستاذ الاعلامي انه كيفيه تفعيل الخطط في انجاز هكذا تحولات طبعا احنا نستفاد من التجارب الدوليه اللي اللي نقلت هذه النقلات الكبيره في مجال تطوير الرياضه واصبح من جراها اصبحت هذه الرياضه هي صناعه ونعرف انه الصناعه هي مورد اقتصادي كبير بالتالي تعزز يعني الموارد المتحققه على المستوى الاقتصادي فهذه هذه هذه الصناعه يفترض توافر الادوات التخطيطيه اللازمه وايضا توافر الرؤى وتوافر القرار المناسب في سبيل انه ننتقل من مرحلة قلت لك أنه ما ننسى دكتور أيضا اليد العاملة وسوق العمل يعني نعم. أنا ما نشوف أنه جمهور وكذا أكو تقبل صار لموضوعات الرياضة نعم. وإشادة كبيرة هل راح تنعكس انعكاسات إيجابية في المستقبل؟ يعني بطولة 2022 و2018 حققت فرص عمل تقريبا من مليون ومئتين مليون ومئتين ألف تقريبا فرصة عمل هذه يعني فرص كبيره لتحقيق يعني القضاء على البطاله وغيرها، وبالتالي وبالتالي يعني تعزيز النمو الاقتصادي. الرياضه مهمه جدا في التنميه المستدامه للبلدان. هذه التنميه المستدامه تاتي من خلال مثلا مثلا احنا نشوف خليجي 25. خليجي 25 حتى على الحكومه المحليه والحكومه المركزيه والاتحادات الرياضيه وغيرها يعني المجتمعات المنظمات المجتمع المدني وغيرهم شاركوا في احياء هذه الاستضافه لاحظ انه تفعلت بها ادوات كثيره منها مثلا البنى التحتيه الطرق الجسور تبليط الشوارع مستمر تهيئه المناطق كثير من الامور هي كانت غائبه غائبه عن المخطط او غائبه عن التنفيذ المباشر، او غائبه عن رؤيه القائمين على اداره الملف الخدمي مثلا. فشوف هذه فعلت كثير من ال... انا بنفسي رحت للبصره يعني قبل البطوله وشفت انه حمله اعمار كلش كبيره في مدينه البصره وبالتحديد في المناطق المجاوره لملعب الميناء وملعب المدينه الرياضيه. هذه هذه الرؤيه اللي, اللي اللي تحملتها هذه الحكومه المحليه والحكومه المركزيه هذه رؤيه ناجحه في سبيل انه راح تعزز لي اواصر التفاعل ما بين القطاعات المختلفه داخل الاقتصاد. نعم. وبالتالي مثلا نشوف انه اكو تواصل ما بين القطاعات الخدميه بالتأكيد وما بس. بين قطاع قطاع الرياضه اللي هو قطاع وهذا المهم ما نتحدث عنه في التكامليه نعم. حتى يؤدي كل قطاع دوره الريادي والمهم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم اداره الاعمال في جامعه الامام الصادق عليه السلام اثريت الحوار في هذا الملف والشكر الموصول والكثير لحضرتك الاستاذ حسين قاسم الاعلامي الرياضي شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه في امان الله